هناخد مع بعض عضلات اللاترال ماسل بتاعت الهيب والساي ريجون. ناخد اللاترال ماسل موجوده على شفتات الهيب والساي ريجون، برفع السكن كده. طبعا احنا عارفين ان اللاترال رجلي كلها بره، يعني الجزء اللي بره كله متغطي بالسكن زي ما احنا شايفين. ببدا اعمل ريفليكشن في السكن، ما بعمل ريفليكشن في السكن في الريجون دي، في منطقه الريجون هنا بيبقى في عندي فشيه قويه جدا. الجلوتين الفشيه اللي قدامي دي، الطبقه البيضه دي فشيه بتبقى قويه جدا، يعني بتسميه كام شيء بتبقى فيرم اتاتشد مع المسلز اللي تحت. يعني ببدا اسلك الفشيه بلاقيها حتى بيطلع معايا جزء من العضلات، لانها بتبقى لازقه خالص على العضلات هنا. ببدا اعمل ريفليكشن للفشيه دي، بس بعملها ريفليكشن بالراحه خالص، لانه بيبقى في عندي عضله من ضمن عضلات الجلوتيه المصل، لما بسلك فشيه بتطلع معايا كده ايه العضله، بتبقى واخده شكل السبعه شايفينها. ده ضلع، هذا الضلع الثاني بتاعها ماسك معايا في الفاشيه، اسمها ايه دي العضله اللي دي شبه السبعه دي؟ سوبرفيشال جلوتيال ماسل. السوبرفيشال جلوتيال ماسل تمام، يبقى دي مين؟ سوبرفيشال جلوتيال ماسل. يبقى نرجعنا لك اهو، نبدا نسلك في فاشيه، نسلك ونرفع نرفع، لقينا لا طلع دي سوبرفيشال جلوتيال ماسل. بلاقي بعد برفعها كده بيبقى في عندي كل العضله اللي قدامي دي ميدل جلوتيال ماسل. الميدل جلوتيال ماسل يبقى دي كلها مين؟ ميدل جلوتيال ماسل. يبقى دي الميدل جلوتيال ماسل. لما اجي اعمل شباك في الميدل جلوتيال ماسل قرب الانسرشن بتاعها هنا كده، ببدا اعمل شباك بشوف عندي الديب جلوتيال ماسل. ببدا اعمل شباك اقطع كده في الميدل، ودي يظهر معايا شايف الاسترايشن ده، دي بدايه عضله جديده، او يعني ده يعرفني ان دي عضله غير دي. دي اللي هي الميدل جلوتيال ماسل، سوري الديب جلوتيال، ديب يعني عميق. يبقى تاني دي مين؟ سوبرفيشال جلوتيال، سوبرفيشال جلوتيال ماسل، ميدل جلوتيال ماسل، ميدل جلوتيال ماسل. اعمل شباك يبقى دي ديب جلوتيال ماسل، ديب جلوتيال ماسل، دي الجلوتيال ماسل. طيب هتشوف ايه تاني معايا من ضمن العضلات؟ في عندي من بعض، في عندي العضله دي اللي هي التنسور فاشيا لات. شايفين العضله دي بقى انا معايا اهي برده تنسور فاشيا لات، شايف الفاشيه اللي فيها دي؟ الجزء الفاشي ماسكه فيها، يبقى بقول على ديت تنسور فاشيا لات، تنسور فاشيا لات، واضحه؟ ايوه كرينيال، حاسس انك قدام اهو كرينيال، كرينيال مصر تمام؟ طيب قلنا الجلوتيال وقلنا العضله دي، في عند كده عندي عضله اهي بقول عليها البايسبس فيموريز ماسل، بايسبس فيموريز ماسل تمام؟ اهي من فوق خالص اهي دي اهي، يبقى دي كلها مين؟ بايسبس فيموريز ماسل. بلاقيها ولما تيجي تعمل انسرشن تقرب تنتهي معايا بثلاث اجزاء، ادي جزء وادي جزء، ادي جزء اهو اللي فيه المشرط، وفي جزء اهو، في جزء في النص عامل شبه المثلث. دي من اول هنا كده دي البايسبس فيموريز، طول ما انا ماشيه كده دي مين؟ بايسبس فيموريز مصر. تنتهي في ثلاث اجزاء، كل جزء له اسم. اول جزء ده بيروح ينتهي عندي عند الباتيلا هنا، ده الباتيلر بارت اوف البايسبس فيموريز، باتيلر بارت اوف البايسبس فيموريز مصر. الجزء اللي في النص تيبيال بارت اوف البايسبس فيموريز مصر، تيبيال بارت اوف البايسبس فيموريز مصر. الجزء الثالث ده كالكينيال بارت اوف البايسبس فيموريز مصر، كالكينيال بارت اوف البايسبس فيموريز مصر تمام. بعد كده في عندي بعدها في عندي عضله اهي، اسمها ايه العضله دي؟ اهي اهي كل دي اللي هي سيمي تندنوزس ماسل، سيمي تندنوزس ماسل. طول ما انا ماشيه كده دي مين؟ سيمي تندنوزس، سيمي تندنوزس. معظمها باين لاترال قدامي اهو، معظمها باين من ناحيه اللاترال، جزء صغير بس منها هيلف ويبان معايا الميديال، وانا بينتهي في عينه الميديال كانت جنب السيمي ممبرينوس. يبقى السيمي تندينوزس، تندينوزس في حرف التي يعني معظمها باين لاترال، اما ممبرينوزس ام معظمها باين ميديال، جزء صغير بس منها عند الاورجن بتاعها اللي بيبقى باين لاترال اهو. دي بدايتها اهي اهي، هفضل ماشيه معاها اهي اهي، يعني دي ممبرينوز، اما دي تندينوز. ممبرينوز طبعا هتلف ويبان معظمها ميديال، يبان معظمها ايه؟ ميديال. ايه اللي باين معايا هنا من ضمن، ولا اشوف
بيشوفوا معايا برضو من ناحيه اللاترال اللي هي عضلات الكرينيا اللي هي مين دي قلناها اللي هي الريكتس فيموريس. الريكتس فيموريس مصر ريكتس فيموريس. ودي من ناحيه اللاترال يبقى دي الفاستس لاتراليس. فاستس لاتراليس. لكن شفنا مع عينه الميديال الفاستس ميدياليس والفاستس انترميديس. دي ريكتس فيموريس ودي الفاستس لاتراليس. فاستس لاتراليس.